نبع المعرفة ومن هذا الصرح التربوي العريق يسرنا أن نبدأ مشوارنا من كلية ومدارس روضة المعارف. سعد الفرحة عارمة، أتمنى أدرس وأتخرج صيدلة. والله انبسطنا كتير وطلعنا صيحنا ولفلفنا كمبيوتر ساينس إن شاء الله. كتير انبسطت أكيد طبعاً، أي حد يعني بنجح بيكون مبسوط، وطلعنا وصيحنا وانبسطنا وتخلفنا. كنت قاعدة بالستور عم نشتغل وهيك، فإجوا الشباب حكوا لي إنه أنت ناجحة 75، فانبسطت كتير وهيك، وإنه هم انبسطوا وإنه كان كتير إشي حلو. مدرسة كتير حلوة وإنه وفرت لنا كتير شغلات، وإنه كانت يعني وقت الجد جديدة، ويعني بدها إنه النجاح وبدها إنه توصلنا للأشياء اللي بنفسنا فيها بس بطريقتهم طبعاً بالشدة، ويعني كانوا كتير أساتذة إنه بيوفروا لنا جو من الدراسة ووقت الجد جد ووقت المزح مزح، وبنشكر الكل وبالذات إدارتنا. كنت عاملهم أصغر بعمري، أتعامل معاهم على أساس عمرهم، ولازم تكوني صبورة. زي ما بيحكوا إنه المدرسة البيت الثاني، عن جد أنا بعتبر المعارف البيت الثاني بالنسبة لي، وأكيد إني حزنان إني حتركها، ويعني وإن شاء الله الأجيال الجاية اللي بعدينا في المعارف تنجح وتجيب معدلات كويسة. طبعاً إذا بالمعارف عندنا هون يعني من جد مدرسة حلوة، وإن شاء الله يعدوا منها. أول شيء إنه يدرسوا درس بدرسه، كل يوم بيدرسوا، افهم قبل ما تحفظ، وقسم وقتك. كم ساعة كانت تأخذ منك الدراسة باليوم؟ والله في الأيام العادية كانت تأخذ 5 ساعات، وقت الوزارة من 7 لـ10 هيك. وبعدين ما تكون المواد عليك؟ أكيد دور المدرسة يعني كان لها دور كبير، المعلمين والأساتذة والإدارة. أما بالنسبة للطلبة القادمين للثانوية العامة لهذا العام، فأتمنى لهم أن يبدأوا عامهم من بدايته بالجد والمثابرة، وأن لا يضيعوا الفرص عليهم فيما يتعلق باستعدادهم الدراسي، وأن يكونوا على اتصال بإدارة المدرسة وبمعلميهم لمعالجة أي مشكلة تعليمية تطرأ لديهم. خلصت مرحلة من حياتي وراح أروح على مرحلة جديدة هلأ. أتمنى للطلبة الذين أنهوا الثانوية العامة لهذا العام بنجاح أن يتوفقوا في دراستهم الجامعية. طب إن شاء الله. كمبيوتر ساينس. صيدلة. انتيريور ديزاين جرافيك. ليس المهم دائما القبول بالجامعة بقدر ما هو الحرص الأكيد على التميز في الدراسة الجامعية لينالوا ما يريدون لمستقبلهم. مستقبل. أمل. فرحة. طموح. تأسست كلية ومدارس روضة المعارف عام 1896 في مدينة القدس، ثم افتتحت فرعها الثاني في جدة بالمملكة العربية السعودية، وعادت إلى عمان لتفتتح الفرع الثالث سنة 1989، وها هي كلية ومدارس روضة المعارف في عمان بمدارسها المختلفة، المدرسة الثانوية للبنين وثانوية البنات، بالإضافة إلى مدرسة البرامج الأجنبية، وكذلك مدرسة أساسية كاملة من الأول إلى غاية السادس الأساسي مختلطة، بالإضافة إلى الروضة التي تبتدئ بالبري كي جي وكي جي وان وكي جي تو. ويوجد في هذه المدرسة برامج خاصة متخصصة بقسم صعوبات التعلم، بالإضافة إلى المجموعات الدولية لغير الناطقين باللغة العربية. وتستقطب هذه المدرسة مجموعة من الطلبة الوافدين من الدول العربية وغير الدول العربية داخل أقسام داخلية ملحقة بالبناء المدرسي، يقوم على الإشراف عليهم داخل هذه المساكن مجموعة من المختصين، ويقومون بالدوام داخل المدرسة مع الطلبة المتواجدين في المدرسة بالنظام العادي. وكذلك توجد مدرسة البرامج الأجنبية المرتبطة مع المركز الثقافي البريطاني والمعتمد لتقديم شهادة IGCSE، وهؤلاء الطلبة يحق لهم أن ينافسوا كما ينافس طلبة الثانوية العامة داخل الأردن للقبول في الجامعات الرسمية والخاصة. بالإضافة إلى هذا، الكوادر التعليمية المتخصصة داخل المدرسة
هي من أعلى ما يمكن أن يتوفر من معلمين من حيث الكفاءات والخبرة. دائما حريصة المدرسة على استقطاب الخبرات التي يمكنها أن تقدم مستوى تعليمي متميز لأبنائنا الطلبة. يوجد في المدرسة بالإضافة إلى الخدمات التعليمية خدمات إدارية مختلفة، فهنا يوجد أسطول من الحافلات المكيفة الحديثة، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق في المدرسة يمكن أن يقوم الطلبة بمزاولة أنشطة مختلفة كالسباحة والرياضة والملاعب المختلفة. كما يوجد في المدرسة مجموعة من المختبرات، مختبر للفيزياء، مختبر للكيمياء، ومختبر للأحياء، جميعها مختبرات مستقلة، بالإضافة إلى مختبر للحاسوب وآخر للغات.